السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا موجودين دلوقتي في شارع الرويعي عند محمد الشيشي. محمد الشيشي عنده هب وتات للأطفال صبياني وبناتي، وعنده طبعا هي بواقي بناتي حاجات مستوردة. هقول لكم برضو العنوان تاني، احنا دلوقتي في شارع الرويعي المتفرع من العتبة، احنا قدام الشركة الوطنية زي ما انتم شايفين. وبصوا اهو زوم على مولف ضناوي اهو، خلاص عنده هنا الهاف بوت هنا ب 200 جنيه، وهوريته حاجه ب 275 بحاجات، بس حاجات مستورده بقى. اديله 60 جنيه اي حاجه هنا ب 200 جنيه، عنده حاجات شياكه قوي قوي. 1100 اديله 60 جنيه، شايفين 200 جنيه اي هاف بوت اهو. استنوا بصوا 200 جنيه اهو اهو، شايفين؟ ولسه هوريكم حاجات جميله قوي قوي، بس ايه 275، لكن الحاجات اللي احنا بنشوفها دي ب 200 بس اهو. استنوا اهو اهو، برضه هسيب لكم رقم التليفون على الفيديو يا بنات. العنوان ما يتوهش، شارع الرويعي. هتتخش الشارع اللي هو قصاد باب مول صدناوي على طول، ماشي. انتوا قدام الفرشه قدام الشركه الوطنيه. هو عنده 3 فرشات، واحده للاطفال بناتي وولادي، وواحده للحريمي، واحده للشنط واحده للحريمي. شايفين الجمال؟ 200 جنيه يا بنات، كل المقاسات كل المقاسات، شايفين؟ كل دي ماركات، كل دي ماركات. بصوا اللي فيه فرو ده، 110 110 اهو. في منه البيج والاسود، ولسه هشوف لكم في ايه تاني. بصوا ده، بصوا كحلي زي ما اتفقنا. في منه الابيض برضو اللي انا وريتكم منه الاسود والبيج، منه الابيض ده شكل تاني خالص. بصوا طبعا اللون طالع مش عارفه فاقع كده يا بنات قوي، شايفين؟ تعالي كده، الليل دخل علينا اهو. عنده تشكيله حلوه قوي قوي، وتشكيله كبيره يا بنات اهو، تشكيله كبيره. هات الاحمر ده، في منه الاسود على فكره، صورتيه ده الاحمر اهو يا بنات، اوريكم منه الاسود ده شمواه ها اهو اهو. كل اللي احنا بنعرضه دلوقتي لحد دلوقتي كده ب 200 جنيه يا بنات اهو. جلده حلو قوي قوي اهو اهو، ب 200 ب 200 يا بنات اهو. ب 200 هننقل دلوقتي بقى على الفرشه اللي عليها الهاف بوتات، اللي هي بواقي تصدير اللي قلت لكم عليها، اللي هي ب 275 275. يلا بينا ننقل عليها، خليكم معايا. بصوا هنا بقى، هي دي البواقي اللي بقول لكم عليها، دي حاجات مستورده 275. بصوا شايفين؟ بقول لك ايه؟ بص الجمال، هو مفيش من 40؟ ده لون بيج، ده بيج يا بنات مش ابيض ها؟ اهو الابيض اللي معاها ده، الله شيك قوي، شيك قوي قوي قوي، وخامته باين عليها. بص خطيره خطيره، يعني صعب ان الواحد يلبس لون ابيض، بس ده في منتهى الشياكه بصراحه، حاجه شيك قوي قوي. ده ب 275 يا بنات، دول ب 75 يا بنات، 275 شايفين الخامة؟ الجلد بتاعها خطير،
زي ما اتفقنا الحاجات دي بواقي، مش هتلاقوا الاسعار دي في اي حته. هو بيبيع طبعا بربع الثمن لان الحاجات دي بواقي. انا عايزه 140. انا هجيب لك 40 بس جايز ما تكونش من دي، جايز ما تكونش نفس الموديل، بس هجيب لك 40. هو كله شيك ده مستورد يا بنتي. اهو مستورد، سمعته؟ سمعته؟ حاجات روعة 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 روعة. بصوا يلا ما تستنوش يا بنات وانزلوا اشتروا من عند محمد الشيشي، وانا هسيب لكم رقم التليفون عشان اللي مش هتعرف توصل تتصل بيه، او تكتب لي والله في التعليقات يا بنات، انا بفتح باستمرار على طول، واي سؤال يعني انا هجاوب عليكم في اي وقت في اي وقت. هتيسي تعالي هنا، تعالي اقعد على الكرسي هنا. عنده حاجات كتير ما شاء الله، كتير انا مش عارفه اصور ايه ولا ايه. اه اهو ده مستورد بس يا بنات، مستورد بس. اه يا بنات اللي بيحبوا الابيض يا بنات، يا جدعان الابيض هنا روعه والله العظيم، حاجه كده ما شاء الله. والاسود اروع يعني، شايفين اهو، شايفين هافان واسود وابيض، غير اللي هو ب 200 جنيه. اللي ب 200 جنيه ده في منه الوان كتير.